مساء الخير على الجميع في فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. النهارده يا جماعه احنا داخل مطار القاهره، كنا لسه منزلين فيديو ازاي تخرج من صاله 3 للطريق العروبه، تمام. وخرجنا من اسمها ايه، من البوابة اللي هي بتاعت النفق اللي فيها الدائري. احنا برضو النهاردة بصوا نازلين برضو من صالة 3، تمام. هنبين برضو ممكن تخرج للعروبة بس من بوابة تانية. يعني المرة اللي فاتت احنا كنا عملنا ايه، احنا كنا نزلنا نفس النزلة اللي احنا نازلينها دي بالظبط، تمام. وخدنا شمال من هنا، من الشمال اللي جاي ده طلعنا لقينا الميريديان على يمنا وطولنا ووضحنا البارك بتاع صالة 3. لا المرة دي انا مش هخش الدخلة الشمال دي، تمام. المرة دي انا هنخرج بره لطريق العروبة بس من مخرج تاني من مخارج مطار القاهرة. يعني انت نزلت على طول اهو وخدت ايه، وخدت يمين اجباري. خدنا اليمين الإجباري ده، هيقابلنا البارك متعدد الطوابق بتاع صالة 2 اللي هو اللي في وشنا ده يا جماعة. اللي معاه عربية ملاكي يطلع يركنها في البارك متعدد الطوابق ده، وفي تيوب اهو واصل البارك بالصالة. اللي هياخد يمين هيروح على صالة 2 يا جماعة، تمام. احنا لفينا بنلف الدوار، فوتنا اول مدخل اللي هو يوديك على صالة 2 وصالة 1. احنا لسه جوه ايه، جوه المطار. فوتنا ايه، فوتنا الدوار اهو، ودخلنا ايه، خدنا الدوار ودخلنا المخرج التاني من الدوار او من الدوران او من الصينية ايا كان ايه بتطلق عليها ايه. ده الشاتل باص يا جماعة اهو، بصوا شايفينه اهو، ده الشاتل باص المجاني بتاع مطار القاهرة اهو. ده داخل اهو محطة الاتوبيسات اللي كنا لسه منزلين الفيديو بتاعها. المحطة دي فيها السوبر جيت وفيها الاتوبيسات النقل العام العادية، تمام. كنت راكب السوبر جيت او النقل العام العادي، بتيجي لحد ينزلك جوه المحطة، ومن جوه المحطة تركب اسمه ايه تركب الشاتل باص اللي هو كان لسه داخل قدامنا. كان الفيديو لسه نازل من كام يوم. حبيبنا واحدة تانية، الله يبارك. شكرا. طبعا انا مدي 100 جنيه مجمدة للراجل بتاع الكارتة، راجل طيب هو، فايه غيب عبال ما اداني الباقي. لقيته مديه الباقي ايه 20، على الباقي عشرات. فطبعا لما ايه، لما يغيب كده تعرف ان هو بينقي لك. فطبعا لقيت في وسطيهم ايه، في وسطيهم 10 جنيه غير صوحة، فغيرناها منه، لان انا الفلوس اللي مديها له صالحة وليس غير صالحة. طلعنا من الكارتة يا جماعة، ومستمرين ايه، مستمرين طوالي.
عشان نشوف هنمسك بقى ايه، هنمسك طريق العروبة ازاي لو طلعت من البوابة دي. انتوا شفتوا طبعا الفيديو اللي فات احنا مسكنا طريق العروبة ازاي لما طلعنا من بوابة النفق والدائري. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي هنطلع من دي ازاي لما نمسك العروبة. هناخد يمين اجباري، مفيش شمال، كده كده اليمين اجباري. هتلاقي على يمينك ايه، لباساج ولا لوباساج الفندق، وبعد كده نوفوتيل. ولو عايز تخش صالة واحد بقى تخش البوابة في وشك اهي، دي بوابات صالة واحد واثنين وثلاثة المطار القديم مش الجديد. هنيجي عند النقطة دي بالذات عند المطب هنا بالظبط، تمام؟ انت لو طولت خلاص هتخش ايه، هتخش المطار تاني. هناخد ايه شمال، مكتوب خروج طريق العروبة. خدنا ايه، خدنا الشمال. بصوا يا جماعه الرصيف اللي على يميني ده، انا كده بره المطار، الرصيف اللي على يميني ده العربيات اللي ماشيه الناحيه التانيه دي جوه المطار. يعني هو اللي يفرقك عن بره المطار جوه المطار هو الرصيف اللي على يميننا ده. وادي اتوبيس نقل عام اهو خارج من الموقف اللي احنا كنا معديين من جنبه، هيطلع بقى على طريق العروبه ويشوف اتجاهه ايه. احنا اوريدي عدينا، فالبوابات اللي على يميننا دي بتاعت بوابات صلاه واحد. في فيديو تاني نوريكم نخرج من صالة واحد ازاي برضه. اول ما هتطلع هتاخد اقصى اليمين، لو خدت اقصى اليسار هترجع تاني للنقطة اللي انا كنت فيها، اكنك بتلف ايه، بتلف حوالين نفسك. تمام، خدنا اقصى ايه، اقصى اليمين، وايه ونستمر ايه، نستمر طوالي. كده احنا نعتبر يا جماعة في بداية طريق العروبة. كنا وضحنا الوصلة دي في الفيديو اللي فات، كانت باينة معانا واضحة تمام الوضوح، بس عشان اللي ما شافش الفيديو اللي فات انا هكمل الدقيقة ولا الدقيقتين دول لحد ما نوصل كوبري المطار، بس عشان يبقى دخلنا طريق العروبة فعلي. فاللي شايف بقى اياهم اسهل ياخده، يعني ايه بوابة النفق اللي هي فيها الدائري شايفها سهلة بالنسبة لك اطلع منها. شايف البوابة اللي انا خرجت منها دي اللي هي عند موقف الاتوبيسات اطلع منها، تمام؟ ولسه في بوابتين كمان نبقى نعملهم في الاونه اللي جايه كده برضه، نكون اي وقت جوه المطار نبقى نعمل الفيديوهين
البوابتين اللي فاضلين. بحيث انت لو دخلت على قائمة التشغيل بتاعة مطار القاهرة اللي موجودة على القناة، هتلاقي المطار متفصص بجميع المداخل بالمخارج بالشوارع، ما عايز تروح فين يعني ايه. لو اتفرجت على او ده كوبري مطار هنطلعه، اللي هيخش يمين هيروح على جوزيف تيتو نادي الشمس كونكورد السلام. بصوا انا في الفيديو اللي فات اللي خرجنا من النفق بتاع بوابة النفق بتاع والدائري، كنت طالع من هنا من على الشمال مع العربيات اللي طالعة من على الشمال دي، التقينا مع بعض ايه مع بعض في نفس النقطة. اللي هينزل شمال هنا هيروح على مساكن ايه، مساكن شيراتون. اللي هيطول زي ايه زي كده تمام، انت كده في طريق العروبة اهو، خلاص الكلية الحربية على ايدك اليمين اهي، وهيظهر دلوقتي هيلتون هليوبلس على ايدك الشمال. وطريق السلامة بقى مطرح ما انت رايح، ربنا يغنمك السلامة وتوصل بألف سلامة. أرجو إن يكون الفيديو عجب حضراتكم، استأذنكم اللي عجبوا الفيديو اعمل اشتراك ولايك وشير تفضلا وليس أمرا، واللي ما عجبوش الفيديو واللي ما عجبكش الفيديو ليه في التعليقات، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمة، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة.